القانون المعني بحماية أعمال الفكر الإبداعية هو من ضمن حزمة تشريعات الملكية الفكرية. يعني إحنا في عنا تشريعات في المملكة كاملة لحماية كافة حقوق الملكية الفكرية، من علامات تجارية، من براءات اختراع، من تصاميم، من رسوم صناعية. عندما نأتي على أعمال الفكر الإبداعية، القانون المعني هو قانون حق المؤلف، وهو قانون عصري ومتطور ويوفر مظلة عالية جدا من الحماية. قانون حق المؤلف مظلة واسعة جدا لكل الابتكارات، خلينا نقول الفنية والإبداعية للمؤلفين والمبدعين، سواء كانت على شكل قصائد، روايات، قصص، برامج حاسوب، مسرحيات، مصنفات مسرحية، غنائية، موسيقية، أعمال مجسمة، أعمال نحت وعمارة، فهو هاي كلها محمية بموجب قانون حق المؤلف. الذي يميز قانون حق المؤلف أيضا الأردني أنه يواكب كل التطورات التكنولوجية وأحدث المعاهدات، في معاهدتين بسموهم عالميا معاهدتي الإنترنت، اللي هم معاهدة الوايبو بخصوص حق المؤلف ومعاهدة الوايبو بخصوص الأداء والتسجيل الصوتي. هدول أحسن أو أعلى معايير حماية بيوفروا، والأردن ملتزم فيهم وموجودين أو ريفلكتد بالقانون حق المؤلف الأردني.